هذا الشهر كان ظرفا لتنزلات أكثر الكتب السماوية. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن لنجد رحمة عظمى نزلت على هذه الأمة، وأعني بها الرسالة الخاتمة. وكلنا يعرف أيها الإخوة أن كتب الله تبارك وتعالى السماوية نزلت كلها على أنبياء الله ورسله في شهر رمضان. تختلف الروايات لكنها جميعا تقول إن أول ما نزل من عند الله تبارك وتعالى على رسله كان الزبور الذي نزل على داود، ثم التوراة التي نزلت على موسى، ثم الإنجيل الذي نزل على عيسى، ثم خاتمهم كتاب الله القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الكتب السماوية جميعا أنزلت في شهر رمضان، وأنزل القرآن كذلك في شهر رمضان كما تقول الآية: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أملم بنورك يا كريم. هذا الشهر المبارك اشتمل على مزايا عديدة تتعلق بالكتب السماوية، فقد ثبت أن هذا الشهر كان ظرفا لتنزلات أكثر الكتب السماوية. صحف إبراهيم نزلت في شهر رمضان، كما أن كتاب موسى نزل في شهر رمضان، كما أن كتاب عيسى نزل في شهر رمضان، والقرآن نزل في شهر رمضان. ففي أول ليلة منه أنزلت الصحف على إبراهيم، وفي الليلة السادسة أنزلت التوراة على موسى، وفي ليلة الثالث عشر من رمضان أنزل الإنجيل على عيسى، وفي ليلة القدر منه أنزل القرآن على محمد. النور عم الكون بالقرآن، والخير ساد الأرض في رمضان. والشهر الذي أنزل الله عز وجل فيه الكتب السماوية، فقد جاء في بعض الآثار أن صحف سيدنا إبراهيم وأن التوراة التي أنزلها الله تعالى على سيدنا موسى وأن الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على سيدنا عيسى وأن الزبور الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على سيدنا داود، جاء في بعض الآثار أن هذه الكتب السماوية كان نزولها على أنبياء الله عز وجل في شهر رمضان. أسبح باسمك في خلوتي وتسبيحة القلب في خفقتي. رمضان أيها الأحباب ليس الصيام فقط، إن رمضان هو باقة من الطاعات، فيها الصيام نعم، وفيها القرآن نعم، وفيها ذكر الله، وفيها الصدقات، وفيها الإحسان، وفيها قيام الليل، وفيها أشياء كثيرة. فإن فاتك الصوم وأنت تفطر طاعة لله لأنك مريض، كما كنت تصوم طاعة لله عندما كنت صحيحا، فقد آجرك الله فيه وأبدلك أشياء أخرى وطاعات أخرى كثيرة. الصيام على الأيام قد فاضوا.